طول الوقت يا أستاذ آدم كنت فاكر إني ممكن أحل أي مشكلة ممكن تقف قدامي، بس للأسف دلوقتي محتاج دماغ تانية تفكر معايا، دماغ تانية تساعدني، ومفيش دماغ تانية تقدر تساعدني زي دماغ مؤلف سينمائي ناجح زيك. أنا معجب بيه، وياما اتعلمت من أفلامه. صدقني يا أستاذ آدم، أنت عمرك ما هتلاقي حد بيحب قدي. أنا كل اللي عملته بعمله عشان بحبها، ومش عارف أعيش من غيرها. أنا الكلام ده كله ما يخش ذمتي بنكلة. مفيش حاجة في كلامك بصراحة تخليني إن أنا أساعدك. إيه اللي كبرني يعني؟ ولا أي حاجة. ولو رفضت صداقتي دلوقتي، لو رفضتها، موعدك مش هتشوف وشي تاني. بس مش يمكن تحتاجني في فيلمك. أنا قريته، هو موجود عندي على اللابتوب. طب قول لي أنت عامل إيه دلوقتي مع مراتك؟ أنا ممكن أكلمها لو عايز، ممكن أكلمها، بس أرجوك تساعدني. أنا أوعدك إني هتغير، عشانها. هعيش في المكان اللي هي عايزة تعيش فيه وبراحتها، هعيش وسط العالم اللي هي عايزة تعيش فيه وبراحتها، هعيش وسطكم، وسط الناس اللي بره، وسط الوحوش اللي بره دول، هعيش وسطكم يا أستاذ آدم. هتغير، هحاول أتغير، وأعيش وسط النفاق والكذب والخيانة، أعيش وسطكم، أتغير عشانها بس. بس هي مش راضية تكلمني ولا حتى تسمع صوتي. عارف انها جت لي في المنام يا استاذ ادم وقتلتني. قلت ايه؟